ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في حلقتنا النهاردة، ومعانا فقرة جديدة، فقرة الشو الاستعراضي مع يمنى ومعانا انجي. صباح الخير عليكم. صباح النور. الاول كده عاوز اعرف انجي هتقدم لنا ايه؟ هتقدم لنا اغنية، ونبدأ بيمنى عشان هي صغيرة. ايه رأيك نبدأ بيمنى؟ هتقدم لنا ايه يا يمنى الاول؟ عرفيني عندك كام سنة. انا عندي 6 years. طيب عرفيني بقى يا يمنى هتقدم لنا ايه؟ اقدم لكم اغنية ملاية اللف. ملاية اللف. طب يلا بينا على ميوزك، صح كده؟ انت هتعملي شو استعراضي. ممكن نقف هنا بقى. مسكت المايك بقى، قولي لي مين اللي دربك. اقعدي اقعدي كلميني بقى، قولي لي مين اللي دربك. مامي كانت قايله لي انت عندك حلقه، فهي حفظتها لي وفضلت تقول لي اعملي كده وكده وكده وكده، فقالت لي عايزه بقى لولا الجميله. فيعني مامي بحبها اصلا، هي بتخليني احلى واحده. روحي انتي فعلا احلى واحده. ايه القمر ده، برافو عليكي، شطوره. انا مبسوطه بيكي جدا وبادائك النهارده يا يمنى. عايزه تقولي حاجه تاني؟ نرجع بقى لانجي، ناخد المايك. انجي انتي اول مره معانا في سوبر كيدز، لازم تعرفينا بنفسك. عرفينا اسمك وسنك وموهبتك. اسمي انجي محمد توفيق، عندي 6.5، وغني لكم النهاردة أغنية كل بلاد الدنيا جميلة. انتي تعبانة؟ تعبانة شوية صح؟ صوتك باين عليك. طيب يلا بينا نبدأ. لا احنا لازم معانا المايك. يلا نقوم نقف، احنا نبقى مكاننا. يلا. كل بلاد الدنيا جميلة، لكن أكتر من وطني لا 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 لا. وبحب الدنيا دي بحالها، لكن أكتر من وطني لا 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 لا. احنا ولاد النيل بنحب الحياة، حتى على القليل نشكر الإله، ده الوطن عبادة والوطن صلاة. ولا لا 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 لا. كل بلاد
لك الأكتر من وطني. لا 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 لا. وبحب الدنيا دي بحالها لك الأكتر من وطني. لا 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 لا. أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان. أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان. أحلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أحلى الأوطان. أغلى الأوطان يا وطني يا وطني يا أغلى الأوطان. إيه الجمال ده؟ برافو عليكي، سقف لها يا يمنى، يا شجعتك يا يمنى. والدريس الجميل اللي انت لابساه، دريس علم مصر. قولي لي بقى، مين اللي قال لك ان انت تغني واداكي فكره الغنى؟ يعني انا اتفاجئت ان صوتك كويس، يعني ينفع صح؟ مين بقى اللي قال لك واكتشف فيك الموهبه دي؟ ماما، ماما شافت الاغنيه دي فقالت لي غنيها وخليكي وانت فرحانه كده وانت واثقه في نفسك كده زي ما غنينا، صح؟ برافو عليكي، انا مبسوطه بيكم جدا، ومبسوطه ان انتوا كنتوا معايا النهارده في حلقتنا الاولى من السيزون الخامس، وان شاء الله تكونوا معايا حلقات جايه كتير. عاوزين تقولوا اي حاجه تاني؟ لا. طيب نقول بقى باي باي، ونروح للفقره اللي جايه ونرجع لكم تاني، انتظرونا.